50% من ميزانية وزارة الصحة تصرف على الخدمات الصحية المتكاملة لكبار السن. إجمالي عدد المسنين من الكويتيين بلغ 60,000 مسن، أي بمعدل 4.5% من مجمل عدد السكان. تحديات صحية كبيرة يتعرض لها كبير السن لا حصر لها، وللتحسين من جودة حياته تتجه وزارة الصحة في الفترة القادمة إلى إنشاء وحدات تنظيمية في مختلف المحافظات لتقديم خدمات صحية متكاملة لفئة كبار السن من خلال عمل زيارات منزلية دورية من قبل كوادر طبية مختصة. راح نبدأ في عمليات تدريبية للتمريض، راح يتم ورش عمل بعد مع الأطباء والفنيين، راح نشارك معنا الباحثين الاجتماعيين، راح نحاول نسوي تنسيق بيننا وبين المستشفيات في حالة إذا احتاجنا إلى نقل مثلا كبير السن من المنازل إلى المستشفى. هذه الخدمة راح تقلل الضغط على المستشفيات والرعاية الصحية الأولية. توزيع الوحدات راح تكون في كل منطقة، يعني تكون هناك وحدة متمركزة بحيث أن يكون لها اتصال مع الكبار السن الموجودين في المنطقة، ويتم عمل زيارة دورية وعلى احتياج المريض. للاستعداد لهذا البرنامج تم استضافة خبير من منظمة الصحة العالمية لصقل مهارات الكوادر الطبية المختصة، بالإضافة إلى رسم خارطة الطريق تتعلق بكيفية تفعيل هذه الخدمة التي تبدأ من مرحلة خروج المريض من المستشفى، ومن بعدها ترتيب المواعيد للزيارات المنزلية. وبعد وصول الممرض إلى المنزل يقوم بعقد مقابلة شخصية من أجل كسب ود وثقة الممرض، بعد ذلك يقوم بإجراء الفحص السريري التفصيلي، بعد ذلك يقوم بوضع خطة الرعاية الصحية بناء على ما توصل إليه من احتياجات المريض الصحية.